السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، وتعالوا نشوف ايه اللي ضاع من الحمام الجديد. قبل ما نتكلم في اي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسر يطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. قبل ما نبدأ الكلام، ما احلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله نتكلم في موضوع حلو قوي بخصوص الحمام الدشار او الحمام الغريب في قلب غيتك، واقول لك من الحمام ده ايه اللي ضاع برده كده، اوريك البيبان والناس اللي متابعه. هم ثلاثة نقصوا من الحمام ده. الناس اللي متابعه بقى تكتب اسامي الحمام اللي ناقص. كنا مبوبين الحمام اللي احنا جايبينه من طنطا، فيهم ثلاثة نقصوا على مدار بتاع 3 4 ايام كده اهو، واحد وبعديه بيومين اتنين ضاع. طيب الحمام ده مبدئيا كده كنت عامل فيديو بقول لك الحمام ده قعد وثبت وكل حاجه، بس الحمام ده في حمام هيروح منه. اللي يروح منه يا جدعان يروح في الايام دي عشان ما يتحسبش عليك، واللي هيتمسك منك او هيضيع مش هيضيع في منطقتك، يعني حطها في دماغك، اللي هيضيع هيضيع بره المنطقه. في يا جدعان غاوي بيبقى عارف الخساره، وفي غاوي قاعد بياكل في البصاره. يعني في غاوي عارف لما انا بعمل حمامتين كده اهو عارف ايه خسارته، وفي غاوي عامل كده مش فاهم المردود بتاعهم. انا لما سبت الحمام بسيبه الصبح لهدف في دماغي، عارف انه هيضيع منه حمام. شوف بقى لما انت بتبقى عارف ان حاجه هتضيع ومتاكد ان هي هتضيع من الحمام ده، وفي واحد يحاول على قوه مكنز عليهم وخايف ان هم يضيعوا، ويبدا لما يخش عليه النش يبدا ان هو يخلصوا منه واحد في واحد، وهيتحسب عليه لانه هو خارج من غيتك. تاكد الحمام الدشار ده لازما يشبع من الغيه دي. انت جايب الدشار ده ليه؟ قلت لك قبل كده، جايبه يفتح سكك معاك، ولا جايبه تقعده في الدوره، ولا جايبه يزود المبلتين في غيتك؟ ما في واحد بيسيب شويه شار تيجي اللي انت بتطبعهم في قلب الحمام بتاعك يعملوا حتتين منك، حمامك يبقى ماشي في سكه والحمام الدشار في سكه تانية. هو مش ماشي، ده بيطفش، ده عايز يروح، ده تحسيس حمام، ده اللي هو عايز يروح بيدور على سكته، ده مش جري حمام. في فرق بين ان هو حمام بيجري وبيتطرح وبيمشي والقصه دي، وفي فرق بين حمام بيحسس وعايز يروح. في حمام فين متعتك انت اللي الحمامتين اللي انت جايبهم عشان يبسطوك تطلعهم يقسموا منك حتتين وشويه يمشوا كده وشويه يمشوا كده، واخر النهار اجمع على الطابور. فين اللذه في كده؟ اللذه يا جدعان انت جايب حمام عشان تتمتع منه، عشان تتكيف منه. انا جايب شويه احطهم في الشويه بتوعي يفتحوا سكن، لو انا بمشي على جنبين دولت يمشوا على الجنبين التانيين، يبقى عامل شويه بيمشي على الاربع اتجاهات. اخد مع اي حد يلا، اقول اول ما اقول يلا حمام الحمامتين الغربه قبل حمامتين ويقول لك يلا، لكن ما اعملش شويه حمام اللي انا ازودهم المبلتين اكون واخد مع حد يقسمه مع خصمي، يبقى انا بزود همي على خصمي. يعني انا كده اهو بتقل كتف خصمي عليا بحمام انا، يعني انا حاطط شويه بتقلهم مع خصمي انا. يا جا انا حمامتين عايزين يعملوا كده، الدشار بتاعي يبقى لابد مع خصمه، وممكن العكس، ممكن الدشار بتاعك لو فضل يحفظ في سكك واللي هو بيمشي كده يودر حمامتينك، يخلي الحمامتين بتوعك يلبسوا في اي حته ويسلك نفسه هو يجي. وارد في قلب الغيه دي، وارد ان الحمام الدشار يسلم حمامتينك وهو ياخد بعضه ويمشي، لانك انت في فتره تحسيس، في فتره اللي انت ما اديتش الحمام ده حق. فانا بقول لك الحمام ده ضيعت منه ثلاثه بايديا عشان اثبت الباقي. اقول لك انا عملت القصه دي ليه. الحمام ده يا جدعان لما اجي سايبه بسيبه الصبح، فالطبيعي اللي هو يبدا اللي هو يحسس ويمشي. مشوا كلهم طلعوا من الحمام بتاعي كده، نقص منهم واحد جم. تاني يوم مش هيعملوا الحركه دي، يعني انا جه الوقت كانوا هم سايبين مثلا بتاع 11 واحده، ضاع منهم ثلاثه. انا عايز خمسه مش عايز ثمانيه، انا عايز من 11 واحده عايز منهم خمسه، مش عايز الثمانيه اللي باقيين. عايز الخمسه دولت يبقى معايا انا في عزمتي، انا في قطعتي، انا عايز في العزم بتاعي في اول الاوله لما تمشي دولت يكونوا فاهمين زي الحمام بتاعي. ببتدي اللي انا اطبع الحمامه دي
على الحمامية بتاعتي، بسيبهم من طلعة النار، مفيش اللي هو فرد حمام اللي انا افضل قافل عليه واسيبه اخر النهار. اخر النهار ده الكلام ده لو انا هرميه ده ماسك. فين بقى مجهود فرد الحمام؟ فين بقى فتح السكة بتاعت فرد الحمام؟ انت دلوقتي جايب شوية سايبهم عايز تفتح بيهم سكك، ده الصح اللي انت تسيبهم في قلب حمامتنا بحيث اللي هم يحفظوا شكل بعضهم. الحمام ده هيقوم يسرح الصبح ويبدأ اللي هو خلاص هيجي عليه وقت هو ما بيبناهاش انها منفعة، هو خلاص لف الدنيا وابتدى اللي هو يركز في قلب المكان بتاعك. الحمام يفضل يجعر على بعضه من طلعة النهار. يعني انا دلوقتي بقوم بعملية تهوية من الحمام اللي هو بيقفل السمم، بيطلع الحمام اللي هو الدشار بتاعه والحمام الجديد، بيبدأ دولت يحفظوا دولت ويفضلوا يجعروا على بعضهم طول النهار. الصريخ على بعض والقوي على بعض ده يا جدعان اللي هم بيعشقوا بعضهم او بيحفظوا بعضهم على الضهر. في فرق ان هو حمام بيبقى بايظ على بعض، وفي حمام اللي هو بيتطبع على حمام تاني. يعني انا دلوقتي بطبع دول على دول بحيث اللي هم يبقوا دلوقتي كتف واحد. لكن انا ما اعملش شويه اجي اللي انا افتح اوله الاقي مثلا الاوله بتاعتي قسمت حتتين، لان في ناس برضو بتربي الحمام تيجي تفتح لاوله بتلاقي الحمام ده بيقسم حتتين. طب هو مش عارف هو بيقسم حتتين ليه؟ انا اقول لك هو بيقسم حتتين ليه، لان الحمام ده سنه مش سن واحد. الحمام ده ما عشقش بعض او ما حفظش بعض او ما تطبعش ببعضه، عشان كده الحمام ده لما بتيجي تفتح له الشويه اللي حافظين بعضهم او الشويه اللي من سن بعضهم بيبداوا اللي هم يعملوا منك كده، والشويه التانيين يعملوا منك كده، ولو مربي طريقه ثالثه ممكن تعمل كده. يبقى انت ماشي على الثلاث اتجاهات، ده عزمك بيقل، ما بيبقاش في عزمه اوله بتاعتك. الصح والمظبوط اللي انت تسيب الحمامتين دولت يحفظوا بعضهم على الضهر، راح واحد راح اتنين راح تلاتة مفيش اي مشكلة، لان هيجي وقت عليهم ان هو الحمام ده هيثبت على الغير ومش هيروح في اي حتة. هيقوم يمشي تخبيط، يمشي فنجرة، يمشي اللي هو فرد حمام في توة، فرد حمام بيجر، فرد حمام بيسحب، فاهم هو رايح فين وجاي منين. فرد الحمام يا جدعان اللي بيجر ما بيجرش اللي هو ايه يفضل يخبط كده والحمام ما طوعوش بيسيبه ويمشي، لا، فرد الحمام اللي بيجر قدام الحمام ده اللي بيبقى القائد بتاعه. الحمام ما طوعوش يقدر وشه ويرجع للحمام تاني لغايه ما الحمام يقدر وشه عليه، لغايه ما يعمل كده، لغايه ما الحمام يتطبع عليه او هو يتطبع بقلب الحمام، يبقى خلاص هو فرد الحمام ده الفنجره او الفتوه بتاعهم اللي بيبقى القائد بتاعهم في اولهم، وحمامك حفظه. هو ده بيحفظه من ايه؟ بيحفظه اللي انا بفتح لهم في قلب دره؟ لا، بيحفظ الحاجات دي من قلب اللي هو على الضهر، من قلب سيبانك مع بعض وقت كبير، بيحفظوا بعضهم. هو ده الحمام يا جدعان اللي انت جايبه عشان خاطر اللي انت تفتح لنفسك سكن. لكن اللي انت جايبه عشان خاطر اللي هو مثلا يقسم منك ويمشي، خليهم اخر النهار. الصالح لو انا خايف على الحمامتين دولت اجي اخر النهار كده اهويه. طب انا اهويهم اخر النهار، ايه المنفعة اللي انا هعملها؟ انا ايه الصالح ليا اللي انا هجيبهم اخر النهار كده وانا هرميهم عصار؟ انا ماليش السنه دي اللي انا ارمي تنس، ليه اللي انا هرمي عصار؟ جايب شويه اللي انا يفتحوا معايا سكك، يبقى لازم يتكشفوا بالنهار. لكن ما ينفعش حمامتين ركبتهم في قلب الغيه او ثبتتهم في قلب الغيه ابدا اللي انا افتح لهم اخر النهار. طب انا جيت رميت عصار، طب الحمام ده متعود اللي هو يتفتح له اخر النهار، لان هو حمام كان بيترمي ده. هاجي لما يجي افتح له اخر النهار، الحمام ده هيلبد على خصمه. مش اول ما تقول يلا انا ماشي الحمام ده هيتوع وهيمشي، لا، ده الحمام ده هيلبد مع خصمك، لانه هو اصلا بتاع شغل بتاع ضلمه، فرد الحمام بيترمي تماسي. فهي الفكره، انت جايب شويه كل فرد حمام انت بتوظفه حسب وظيفه فرد الحمام. فدلوقتي احنا هنوريك شكل الحمام برده عشان عدم الاطاله عليك. يا جدعان غيه الحمام دي بحر ملوش اخر، اقسم بالله في قلب غيتك دي الحمام هو اللي بيعلمك. بس في غاوي بيبقى ناصع وفاهم المردود بتاعه ايه، وفي غاوي يا عيني يا حول ولا قوه في قلب الغيه، هو الحمام هو اللي ايه سايبه، هو الحمام اللي سايبه مش هو اللي سايق الحمام. فانا دلوقتي برضه عشان ما نسابقش الاحداث كده اهو، هنمشي مع بعضنا كده واحده بواحده. قلت لك حلوها
وحشها قبل حلوها. يعني انا مش هسيب لك في قلب الغيه برضو اي حاجه بحيث ان انت راجل في قلب الغيه. اللي انا بقوله لك ده بما يرضي الله بيبقى وارد في قلب الغيه. فانا دلوقتي لما اجي اقول لك ضاع من نوم واحد وضاع من نوم اتنين، ده مش تقليل. مفيش حد بيطلع يقول لك ايه انا ضاع، كله طالع انا مسكت. ده بنت اللي مسكت ضاع لك كام واحد؟ يعني انت مسكت واحد ولا اتنين بيضيع لك كام واحد؟ ده انت ممكن بيضيع لك بالعشر العشرين وتيجي تفرح بالواحد والاتنين اللي انت بتمسكهم. غاية الحمام دي يا جدعان اللي ما بيتضربلوش حمام اقسم بالله ما بينش حمام. اللي ما بيتضربلوش حمام ما بينشش حمام. انا ممكن اعمل شوية حطيتهم فوق دماغي مسمار صلبه ودقه فوق دماغي ما حد يعرف يتحتحني، هيتضرب مني ايه؟ لكن اللي انت غيتك دي، غيتك دي تبرطع. حمامتينك دول تكون في قلب الكتكات هنا يعدوا مناطق. حمامتين مين دول؟ حمامتينك يشرفوا بلاد بره او مناطق وانت في قلب منطقتك، ما بالك انت مشرف نفسك في منطقه بره، منطقتك هتبقى عامل ازاي فيها؟ فهي الطبيعه يا جدعان في قلب الغيه دي ما تعملش حمامتين واقفين فوق دماغك. عامل حمامتين واقفين فوق دماغك ويبقى تحطهم على الظهر وانت اولى بيهم، اعملهم قصص وخليهم وانتج منهم. يا جدعان غيه الحمام دي غيه مشي وغيه متعه، مش غيه اللي هم حمامتين محطوطين فوق دماغنا. انا لما حجبت شويه من بره انا جايبهم، انا حمامتين سنهم صغير اقسم بالله يبرطعوا براحتهم، بس انا ليا هدف في دماغي لان هم ما كانش فيهم استراري. الحمامتين الحمد لله مربينهم في أقل من 10 أشهر الحمد لله 3 طرائح ورا بعضهم، فضل وعدل من ربنا ما حد بيعملها. أقسم بالله اللي بيبقى عامل شوية بيخاف يبيعهم لحسن مش عارف هيعمل زيهم ولا مش هيعرف يعمل زيهم. الغية دي قلبك لو أنت جامد حمامك يطلع جامد، لكن خوفك على الحمام ده عمرك ما هتعمل فرد حمام جامد. كتر خوفك وحرصك على الحمام بتاعك ده الحمام بتاعك هيبقى عامل زيك، ضعيف قلبه طيب. فرد الحمام بيقول لك ايه؟ ده حمام طيب، حمام اللي انت بتاخد بيه بتلاقي بتمسك بالتلاتة والاربعة والخمسة، عارف ليه؟ من خوفك على الحمام. لكن الحمام ده يقسى عليه، بس مش تقسى عليه بغشم. الحمام ده ياخد حق، حمام يقفل سمم، حمام يتهوى، حمام يتشمس، حمام يتحدى كويس، حمام يجري كويس وبعدين يجري كويس. خد متعتك بعد كده، واللي يروح يروح مع السلام. مش هقول لك يوفر كلفته، لا يا عم، احنا لو 100 واحده جدعان ولو بلدي هنتلفهم، لان احنا مش عوله في فرد حمام اللي احنا ناكله. احنا بناكل يا مامو عصافير ثواب لله، هنبقى عوله في حمامنا، مش عوله في حمامنا بس. فرد الحمام اللي ينقص من غيتك دلته من دماغك، وده ما يصلحش اللي انت تخدمه ولا تبصله في قلب الغية. الحمام ده يا جدعان اللي انت بتربيهم مفروض كلهم يتصلبوا كلهم وتاخد بيهم كلهم، لكن احنا بنوظفهم عشان في مجهود حمام، مش في شكله حلو وشكله وحش. الحمام مجهود واطباع، ده نفسه جاي معاهم في اوله، ده نفسه جاي معاهم في تانيه، ده تزويد، ده تالته، ده رابعه، ده القصه دي، ده الحمام. لكن انا مش ده شكله حلو يتخلى فوق دماغي، ده شكله وحش يتحط في الاوله، مفيش القصه دي في قلب الحمام. معلش طولنا عليكم وصدعناكم، بس هو الكلام في الحمام يا جدعان اقسم بالله ما حد هيتكلم معاك كده في غيه الحمام. ادي الحمامتين اهم اللي ابتدوا اللي هم يقفلوا سمم على شويه الدشار على كام واحده الشبابات الصغيره دولت. بص فيهم حاجه ابتدى بقى اللي هو خلاص ايه كتفه هيسخن اهو، لان هم سنهم اصلا صغير. طيب هنا بص يا جدعان، هنا كان فيها زرع قطيفه اهو ابو دبوس ماشي. هنفتح الباب، هنا كان في فرده حمام، ده اللي ناقص. هنا كان في فرده حمام، ده اللي ناقص. هنا في استرالي كده برعبه صفر هوريهولك. هنا كان في فرده حمام، ده ناقص. يبقى هنا في برعبه صفرة اهو اللي هي
رقبته مهجره دي خالص خالص من رقبته ماشي. في هنا حلس موجود، في هنا عبسي اهو، ادي العبس اهو، وادي الجريزلي اللي بابه هنا ماشي، وادي الهندي ان شاء الله وازه اهو، واقف جنب الحلس قشر بندق اهو، ورا الشخشول اهو لو واخد بالك، عند البورنيت اهو. في هنا برقبة حمراء هتلاقيه في وسط الحمام تمام. هنا في ثلاثة نقصوا، ادي واحد واللي تحتيه والاخراني، دولت الثلاثة اللي نقصوا ماشي. ادي الحمامتين اهم، حمامتين دولت ما بيضروش، حمامتين دولت بيجوا كده من عالي كده اهو كده. بقى هنبدا اللي احنا نحجز الشبابات بتاعتنا، الشبابات الصغيره دي هنبدا اللي احنا نحجزها، نفتح بقى للي بيقفل صمم. برضه يا جدعان خد بالك، وانت الحمام اللي هو بيقفل صمم معاك تفتحش والصمم صغيره، خلي لغايه ما الصمم كده يعني معظمهم كده الحمام ده الصمم بتاعته قربت تنشف، فخليهم لغايه ما الصمم بتاعتهم تنشف. بص ده اهو خد فتحته، بس ده لسه الصمم بتاعته. بص ده لسه برضو الصمم بتاعته، ده برضو لسه الصمة بتاعته ايه لو انت شايفها، ده برضو الصمة بتاعته قربت تنشف اهو. هدي دولة بيك ايه حلس، ادي الحلس اهو، وادي برقبة حمراء، برقبة حمراء اهو، وادي الحلس اللي جنب اللي اكبر بصراحة تمام. دولت اللي اتبقى، خاف على حمامك وحمام دشار خد المعلومتين دول عشان نقفل الفيديو بتاعك. حمام الدشار لو انت جايبه وعايزهم قرص فوق دماغك وما يبقاش اللي هم يسيحوا ويسرحوا والكلام ده، افتح لهم اخر النار، افتح لهم اخر النار، اخر النار ده والدنيا بتقفل عشان فرد الحمام ما يعرفش يوسع لنفسه ويمشي. ما تفتحش الفرد الحمام دشار الساعة 4 وقدامه مثلا ساعة ولا ساعة ولا نص ساعة والدنيا تقفل عليه ويجي يسرح، الدنيا تقفل عليه ما يعرفش يرجع. لا عايز تفتح لحمام يسرح تفتح له الصبح بدري الحمام ده يسرح، لان يبقى معاه النهار واسع. ما تفتحش الفرد حمام منك عايزه يعمل سكة وتفتح له اللي هو ايه، ولا هيعرف يروح ولا هيعرف يرجع. ومش هقول لك الحمام اللي راح ده ضعيف ولا خايب ولا القصة دي، لا هو الحمام بص الدشار ده في العجب، في حمام بيترمى وبيقعد بالثلاث سنين، وقت ما انت بيجي فرصته بياخد بعضه وبيمشي. في فرد حمام هنا رادد كان قاعد عند صاحبه، قاعد وبقى يترمى وكان بياخد وبيقطع بيه والقصة دي، وجي في يوم هوب قال له ما عطلكش، قال له ما عطلكش، جه الوقت اللي هو يقدر ياخد بعضه ويمشي فيه. فرد الحمام اهو جه، ده بالنسبة للحمام. فانت قصة الحمام يا جدعان، في حمام بيجيلك وفي حمام انت جايبه من بره، انت فاهم ازاي مش هيروح لان هو بيبقى من محافظة بعيدة، لكن حطها في دماغك، فرد الحمام الدشار اللي بيحط ده وحط التاني بيحط التالت بمنتهى السهولة عشان تكون فاهم. الدشار فيه اللي بيصدق وفيه اللي بيبقى ابن غيته، يعني بيشرف يعتبر غيته وغية صاحبه، وفي فرد حمام ما عندهوش فكر، في فرد حمام انت شايفه فنجر وفتوة والقصة دي، بس في حمام بيتحاش منهم. في واحد ممكن يربي 50 و60 فرد حمام ورايحين جايين ويجي عليهم وقت يترقعوا منه واحد في اتنين وتلاتة واربعة على طول، هو ده الدشار. احنا قلنا في الاول احنا تربيتنا تربية زغلول، احنا صاحب صنعة في تربية الزغلول،
الحمد لله قرف الزغلول كتير، بس ما بتحطش ايدك على بطنك وانت بتهوى ولا وانت بتشمس. انت بتفتح لهم ادي الحمام ده، بفتح لهم من طلعة النهار وبلمهم دلوقتي عشان خلاص بقى دلوقتي اللي هم ايه معاد للم بتاعهم، خدوا حقهم، خدوا تهويتهم، خدوا الشمس بتاعت الصبح، فابدأ دلوقتي اللي انا المهم عشان يتلفوا النهار. تمام الرجالة، ده الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى اللي انت تكون استفدت حتى لو كانت بكلمة صغيرة. غية الحمام دي يا جدعان مش غية فرد عضلات ولا اي حاجة، الحمام هو اللي بيعلمك في غية الحمام. انتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد، كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله يا احلى ناس في الدنيا. ما تدعمناش باللايك، اذكر الله، وما تنساش تصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا نبي سلام.